اذا اندفاع وفق سيداتي انساتي سادتي، بعض التصادم قليل والمضايقه من البوابه الثانيه والثالثه والرابعه، لكن هنا اندفاع موفقه سيداتي انساتي سادتي. من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض لعاشر أشواط هذه الأمسية، التكافؤ من 0 حتى 85 يتقدمهم ستار أهوي في المرتبة الأولى، يتقدم إن فاميلي في ثاني المراتب، نوتيشن وإفراز في المرتبة الثالثة بالتحالي، لافينك فيلين يتمركز في مرتبة متقدمة في المرتبة الخامسة، تريبلا جوي وبريميوم تيكت يبحث عن المسار من خلفهم جاكري ذا كلاود وواثق من المسار الخارجي، اندفاع جماعية في اولى المنعطفات، يتقدمهم ستار هوي بفارق طول عن اقرب منافسيه، هنا الاسماء تتمركز، ان فاميلي في ثاني المراتب، افراز في المرتبه الرابعه، لافينك فيلينج في المرتبه الثالثه، وهنالك نوتيشن وتريبل جوي وبريميوم تيكت من خلفهم يتقدم. هنا الصوره الرائعه لهذه الاسماء التي تبدا الان وتختم المنعطف الاول وتبحث عن تسجيل الانتصار في ختام الاشواط لها هذا الموسم، فلمن الانتصار؟ هنا اندفاع لسبع مراتب في صورة رائعة، هنا يتقدم ستار أهوي في المرتبة الأولى برفقة إن فاميلي، المطاردة اللصيقة من نوتيشن، وكذلك هنالك لافينك فيلينج إفراز واثق، وهنالك هومسيك بوي من المسار الخارجي مع محمد اليامي، هنا اندفاع رائعة يتقدم، هذه الأسماء تتقدم في صورة رائعة باندفاع جماعية في هذه اللحظات، إفراز من بين الأسماء يتقدم، إن فاميلي في هذه اللحظات، هنا الأمتار المهمة، مايتي ريفر من خلفهم يبحث عن المسار، وجاكري ذا كلاود قادم، وهنالك كذلك جرادوليشنز قادم، إفراز يتقدم، لافينك فيلين لا يزال في وضعية الإمساك، هنا مع عبد الله الصاعد الذي يستحث، هنالك القدوم من مايتي ريفر، يتقدم إن فاميلي الآن، يتقدم كذلك لافينك فيلين وإفراز، مايتي ريفر يبحث عن المسار، هنا المنعطف الأخير، اللحظات المهمة، توفرنج الفاصل يتقدم لافينك فيلينج، هنا يتقدم إفراز وكذلك مايتي ريفر، وجد المسار من بين هذه الأسماء، يتقدم لافينك فيلينج، مايتي ريفر قادم، استحث عبد الله العوفي، وجد المسار، الأمتار الأخيرة المهمة، مايتي ريفر، لافينك فيلينج، مايتي ريفر على خط النهاية بالفعل، وجد اللحظات الأخيرة المسار المخصص له، كان من خلفهم في 600 متر الأخيرة بوضعية الإمساك، عبد الله العوفي أبدع بقيادته في هذا الشوط، ألف مبروك